التمساح الأسطوري. لأني شوف لأني متحمس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم مقطع جديد مع ردد أونلاين. بالمقطع هذا شريت طلق الرايفل الخطير اللي يقتل من طلقة واحدة، وأخيرا صادفت التمساح الأسطوري مثل ما انتم شايفين اللبس. وقبل ما نبدأ لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، ويلا نبدأ. الحين بشتري طلق الرايفل الخطير. اذا قلت خطير معناته خطير جدا، يعني طلقه واحده يشيلهم. بوريكم مكانه طبعا للي ما يعرف. هذا مكان هني الفنس، وفي له مكان هني، وين هني واحد، وفي اكثر من مكان بس هذا افضل مكان عندي انا طبعا. الحين نختار الوصفات، نروح يسار يسار. هذه كلها وصفات، شوتجن رايفل ماني عارف ايش. بس انا شنو ابي اليوم؟ انا ابي الاكسبرس. اكسبرس ما ادري شنو، بامفليت نجيبها بألف. هذه شريت. الحين اروح واسوي الرصاص، الحين اوريكم اياه. واخلي يا بت. الحين نطلع ونروح ناخذ لنا زاوية هناك، ونقعد ننزل نارنا وننزل شغلنا. التمساح، التمساح الأسطوري، التمساح الأسطوري. شايفين علامة الاستفهام؟ التمساح الأسطوري. شايفين وين راح؟ هو المفروض انه يهجم علي، ما يخاف مني. يس يس يس، قسما بالله صار لي يومين اتمنى اني اواجهه. بحاول اني اجيه، بحاول اني اجيه، لان شكله خيلي راح يتعب. حلو تمام، انا ما اقدر. شايفين وين راح؟ راح داخل البحر. شوف شكلي راح اضيعه. قربت له. هذا هو، شايفينه جاء جاء. شايفينه جاء عندي، هذا هو. شايفينه هذا هو، هذا هو. الحين يحذف من الخيل. هذا هو. نو. اي تعال تعال، انا بيك انا بيك، تعال. تعال انا بيك، تعال. شايفينه؟ هذا هو. بسحبه 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 للشاطئ، تعال. اي تعال. شايفين هذا هو جاء. ياس، قسما بالله تمنيت اني اواجهه. يا اخي جيتني من وين انت؟ يا اخي جيتني من وين انت؟ بس هذا مو الاصفر. التمساح الأسطوري. في واحد لونه تقريبا يميل. شوف شوف الحجم، اتوقع في واحد يكون اكبر منه. يا حبيبي تعال 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 يا روح امك تعال. التمساح الأسطوري. لاني شوف لاني متحمس، كنت اتمنى ان تجمعني معاه صدف. الحمد لله اني لقيتك، تعال ابي استمتع فيه.
أبي أستمتع فيك. عندي طلق مخدر ولا لا؟ شايفين لونه شلون؟ لونه تحس انه يميل للأحمر. تعال 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 وتعال تعال 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 وانا دورك صار لي 3 ايام. ايه تعال تعال انا تعبك. ايه بتعبك، ايه بتعبك انا. تعال يلا تعال. ها تعال تعال يلا خليت قسطة من الراحة. يلا كمل كمل. تبي تاكل هذاك؟ تعال كل هذا. تعال تعال كل هذا. ايه يلا اكله 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 اكله. بربط له واحد. ها بربط له هذا هذا هذا. تعال اكله تعال اكله اكله. تعال 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 اكل هذا. ما تبيه يعني؟ تبيني انا؟ تبيني انا؟ تعال تعال. ها خلاص طقطقنا عليه شوي. اشيله. خليني اجيب خيلي. ممكن عندي طلق مخدر. طلق المخدر. يا الله يا جماعه لا تلوموني والله قاعد ادور صار لي يومين. تعال 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 خيري. خلنا نشوف في طلق مخدر ولا لا. اتوقع اني ما شريت. لا والله ما شريت ما شريت. يلا يلا بذبح بذبح. خلاص طقطقنا عليك شوي. لا 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 مو هذا مو هذا. ليش ما يصير عليه اكس؟ واخيرا لقينا واخيرا لقينا. يبا قاعد ادورك والله قاعد ادورك صار لي يومين ثلاثة. اوه من يضربني؟ لا لا انت 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 حدك فاضي وانت حدك فاضي. يلا من هناك. يلا التمساح الاسطوري. والله صار لي يعني تقريبا يومين او ثلاثه وانا قاعد ادور. وقعدت بالمستنقع تقريبا يمكن افتر نص ساعه واروح يمين يسار ادور ادور. يا اخي يا محلى الصدف معاك يا اخي. صدفه معاك على قولتهم خير من ألف ميعاد. خل نروح لهذا. نروح نبيع بسرعة بسرعة بسرعة. يا عمي روح يا عمي روح. انتوا وياه ترى انتوا ترى انتوا ناس فاضية. انتوا 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 ناس فاضية. انا مستانس وما عندي وقت اني اعكر جوي معاك. انتوا وياه ما عندي وقت اني 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 افكر اني ازعل نفسي. يا الله سبحان الله. والله صار لي يعني ما هي بعيدة. أمس أو تقريبا أمس بعد وجيت أفتر بالمستنقع. يا رب يطلع للتمساح الأسطوري. يا رب يطلع للتمساح الأسطوري. ياس يا جماعة التمساح نساني الوصفة. تخيلوا. خلوني اروح ابيعها واخذ السكن واعلمكم الوصفه وشلون استخدمها. مالت طبعا الرايفل اللي يعتبر اقوى طلق موجود في اللعبه طبعا للرايفل. لان كل كل سلاح له وصفه خاصه. خلوني اروح ابيعها لاني مستانس. كنت اتمنى تجمعني الصدفه مع التمساح الجميل هذا. والحمد لله جمعتني معاه الصدف. يا اخي ما احب اشوف المارك هذا لازم اشيله. يلا بيع 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 بيع. لا 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 نيكست تيبل. بيع 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 سكن مكتوب ليجندري سان جاتور سكن. تسمعون اللي عندي بعد؟ شكله في حيوان اسطوري بعد. شكلي ما راح اشرح لكم الطلق وسبب الحيوانات الاسطوريه. اشتري بسرعه يا حبيبي. جمع جمع بس جمع الحيوانات الأسطورية. قاعد اسمع صوت عندي قريب بعد.
يا سلام اللون، شوف شلون طقم لون التمساح مع لون الجولد راكب. فالحين بشوف الطلقة اللي توني شريناها حق الرايفل. طبعا انزل، لازم اول شيء تقرا الوصفة، راح تحصلها هني تقراها. اذا ما حصلتها هني تلف يسار يسار، تدش القائمة هذه حق الوصفات اللي شريتهم، هذه اللي اسمها اكسبريس ما ادري شنو، تفتحها لازم تقراها. اذا ما قريتها ما تقدر تسوي الوصفة او ما تقدر تسوي الرصاص. بعدها تسوي ريست، تجلس وتسوي كرافت، تلف يسار يسار. هذولهم شايفينهم. خليني اسوي لكم واحدة منهم حق الرايفل ووريكم اياها الحين، وثنتين يلا. حلو، الحين اطلع. الحين نجيب الرايفل البولت مثلا. الحين شنو كان عندي؟ كان عندي الطلق هذا والطلق هذا والطلق الاكسبريس، وهذا طلقي توني شريته اخر واحد شايفينه. انت لو تلعب راح تشوفه مقفل مو عندك منه، او ممكن تحصل مرات بالماب تحصل كم حبه بس. بس الحين انا اقدر اسويه متى ما ابي. شوف عندي الحين ثنتين، لو اضربهم واشوف اشوف السلاح متعلق بالخيل، خلاص ما اقدر اسوي. شوف لازم اني اصنعهم ثاني مره، اسوي ريست كرافت، الف يسار 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 يسار. هذولهم شنو يبي منك؟ يبي منك تشتري الطلق الاكسبريس من الكتاب طبعا، ويكون عندك انيمال فات الشحم. انا عندي كم؟ عندي 59 طلقه، وعندي 14 من الشحم. الشحم هذا وين تحصله؟ تحصلونه عند الطيور من البط، اكثر شيء تاخذونه من البط اللي بالبحيره، عرفتوها اللي دائما اجيها. والطلق هذا بس. بعدها تسوي كرافت، تسوي شوف سوي سوي. المشكلة شنو؟ انك ما تقدر تشيل شحم الا 20 واحدة بس، ما تقدر تاخذ اكثر. شوف الحين خلاص، لان سويت كم واحدة؟ خلينا نشوف 20 او 10، اتوقع 10. 10 تخلص تروح تسوي 10 ثانية، تخلص تسوي 10 ثانية. شوف ويعتبر رصاص قاتل. اللي توه بادي باللعبة ويشوف ناس يقتلونه بسرعة، تأكد انهم فاتحين الرصاص هذا القوي. وبس هذا كان مقطع اليوم، شكرا لكم على المشاهدة، ونشوفكم ان شاء الله في مقاطع قادمة، والسلام عليكم. لا لا لا، في واحد يبي مساعدة، ما راح اكسل المقطع. يلا بكمل. شوفوا ممكن يكون خاين، ممكن يكون خاين، ممكن يكون يقدر فيني. يس اوكي، والله اذا قدرت فيني لقطعك. يا النذل، يا الندل. شايف؟ شوف الحين جو، الحين العصابة اللي معاه بيغدرون فيني، شفت شلون؟ تعال تعال، اظنك انكم اخترتوا الشخص الخطأ. تغدرون فيني، قطعني الطرق. ها قطعني الطرق، تغدرون فيني. ها مثلا اني انا الرجل التمساح، بجرب عليكم الطلق الجديد، بجرب عليك الطلق الجديد، بدمر مستقبلكم انتوا. وينك وينك؟ كم عندي طلقة منه؟ عندي 7. شوف لاحظوا الطلقة، ها لاحظوها، جوني من الله، جرب عليهم. شوفوا تعال تعال بجرب عليك الطلق، تعال تقدرون فيني يا ملاعين. هاي الملاعين، من اجرب عليكم الطلق الحين. بلوتهم، لا والله لحد الحين ما خلصوا. عموما بلوت على ما يجي يجون ربعه، ما عنده شيء. فقر فقر والله فقر.
كانوا بيغدرون فيني. تلاحظون من ضربة واحدة تشوفون جو. كم باقي طلقة؟ خلص. ألوتهم الحين يا جماعة. ترى طلق 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 قوي جدا جدا جدا. ما عندكم خريطة كنز شيء؟ حلو. حلو تمام. كنت ابي اخلص المقطع بس جاني هذا الملقوف وجلدته وبس. والسلام عليكم مرة ثانية. نشوفكم ان شاء الله في مقاطع قادمة. مع السلامة.